نكونوا واقعين، هي مزيان نشاركوا فيها فرق المغربيه، كنا تنتمنوا بان يكونوا فيها اكثر من نادي. قالت لك نيت سامع علاش الرجاء ما كاينش في السوبر، هي كتبقى اختيارات، وكيت كان الرجاء ايضا كان يستحق يكون يتواجد في ولا حتى الى حتى نهضروا حنا في اوروبا، راك شتي كانوا يديروا الفرق الكبيره، كانت مدريد برشلونه، كانوا بزاف ديال الفرق اللي كبيره. تنظن بان في 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 القاره الافريقيه فكاين واحد الفروق اللي ما عندهمش الشعبيه اللي كبيره. اول حاجه الى حياتي الوداد والاهلي الترجي، والترجي تنظن الفروق اكثر جماهيريه في الافريق. زيد عليها بالنسبه للفروق، انا ما الا ربحتي الا ربحتي شامبيونز ليغ اش تاخذ، واش فين غتمشي، ولا ربحتي هذه فين غتمشي. انا تعرف بان اللي غتربح هذا الشامبيونز ليغ تمشي للكوب دي مون، هذه ربحتها تاخذ الفلوس، واش فين غتمشي من وراها. ما كاينش وراها شي حاجه اللي تقدر تستافد. زيد عليها بان الفروق الكبيره بحال نهضروا على الوداد، نهضروا على الترجي، نهضروا على الاهلي، باغي يزعدوا مباريات اخرى اللي غتقدر يعانيو فيها هذه السنه. ماليا مهمه بالنسبه للانديه. هي ماليا، ولكن تندوفوا حتى التفكير في التسيير ديال 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 العام، فهو صعيب بالنسبه للفروق، لان تلعب شامبيونز ليغ، تلعب هذه البطوله هذه، عند بحال نمشي للوداد، عندك كاس العرش، عندك البطوله، عندك بزاف ديال 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 الواجهات. انا ماديا كما قلتي انت مزيان، ولكن بحال دابا الوداد تلعب هذه البطولات او تي شامبيونز ليغ، فالمسؤولين والجمهور ديال الوداد خصهم باول حاجه يحطوا الاختيار الاول، واش غنلعبوا على شامبيونز ليغ، واش غنلعبوا، لان بغينا ولا كانت تبقى شامبيونز ليغ هو اهم بطوله في العالم كله، لانه هو تيديك كاس العالم للانديه، هو فيه بزاف ديال الحوايج. دابا شكون هي اللي تكون هي الاولى؟